الثمينة. أوه، ها هي تأتي، كن منتبها. إذا سرقنا ثلاثة قطع من الناس الذي عندها سنكون أثرياء. يا للجمال، اخرس اخرس. متأسفة، لا بأس. أمين، ألقي نظرة هناك. على ماذا؟ هناك شيء يضايقني فوق أنفي. ها؟ ما هذا؟ قطعة توماس؟ فعلاً، إنها ثمينة ولا شك. ربما سقطت من أحد. أظن تعود لتلك السيدة. يجب أن نعيدها إليها. سيدتي، هذه الماسة لك؟ أوه، إنها لي بالفعل. شكرا جزيلا، إني سعيدة جدا لهذه الأمانة. لقد ورثتها من أمي وهي كنزي الوحيد في هذه الدنيا. أنا عاجزة عن الشكر. عن إذنك. انتظر، يجب أن أعطيكما مكافأة. كلا، شكرا كلا. ولكن لابد من المكافأة، فأنتما تستحقان ذلك. أين تسكنان؟ ليس لدينا بيت هنا لأننا في سفر مستمر. أوه يا لسعادتي، إذن تفضل معي إلى البيت. إن بومبو تحب رائحة الزهور. أوه، إذن قلبها رقيق ولا شك. تفضلي سيدتي، هل معك أحد؟ لقد جاء معي ضيوف كرام للراحة عندنا، تفضل رجاء. شكرا، شكرا. فريستنا موجودة هنا لننجز العملية. أمين، افتحها وستسر بها جدا. حقا؟ آه، رائع. ماذا حدث؟ علينا أن نضبط توقيتها، فبواسطتها نجعل جميع أجراس البيت تعمل في وقت واحد. أظن أن المكان ليس آمنا بما فيه الكفاية. كلا، ماذا أفعل إذن؟ أوه، هذا صحيح، سوف أضعها في صندوق والدي القديم.
الآن في أمان. الآن بإمكانكما أن تبقيا هنا يا أعزائي. رائع. لا يمكن أن نبقى هكذا دون عمل. دعينا نؤدي لك أي خدمة. لا تشغل بالك بأي شيء. ما رأيك لو قمنا بحراسة ذلك الصندوق؟ نحن نستطيع ذلك. حسناً. سنحل نحن محل الحراس، وهذا الكلب ريو يعطينا إشارة التنبيه. إنها فكرة ممتازة. دعني. حارس أخرق. أيها الغبي، لقد ذهبت تحذيرات أدراج الرياح. هل أعطيتني اسمك رجاء؟ أنا السيد اللص. أنت ستأخذ القطعة الكبيرة، إنها غالية الثمن. أعرف. لنبدأ بسحبها إلى الخارج أولا. حسنا. سنخدعها. لاحظت أنها تحب رائحة الزهور. وأين الزهور؟ إنها هناك في الحديقة. سينفعنا هذا كثيرا في فتح الخزانة. هيا. لقد نجحنا. هيا أخرج أيها اللص. ما هذه الأصوات المزعجة بالداخل؟ اثنان من اللصوص الخطرين مختفيان هنا. افتح الصندوق. ولكن والدي يحتفظ بالمفتاح عنده. قولي لوالدك أن يأتي. لكن والدي ذاهب في رحلة. افتحوا. أبي، سيقبضون علينا فورا أن يفتحوا. افتحوا. لا تفتحوا. افتحوا. عليكم أن تتفقا بسرعة. افتحوا. والآن ماذا نفعل يا بومبو؟ حسنا، أنا سأفتح. أي افتحوا. لا يوجد لص يقول شكرا عندما يقبض عليه. سير السيارات ممنوع. أمين، إني جائعة. سنصل قريبا إلى المدينة التالية. ولكن عندنا طعام، هيا لنأكله. كلا، يجب أن تنتظري حتى موعد الغداء. أنت عنيد. أوه.
إني جائعة. بومبو، قلت لك إني جائعة، معدتي خالية وباستطاعتي أن ألتهم حصانا. جائعة جائعة. لا تتوسلي، حسنا سوف نتناول طعامنا عند تلك الشجرة. رائع. ماذا بك يا بومبو؟ سأبدأ الأكل. ماذا بك يا ريو؟ إنه حيوان راكن، لا تخف يا ريو. لابد أنك جائع الآن، خذ هذه. إنه لا يريد أن يأخذ هذه الشطيرة. إن عددهم كبير، أرى أنك قد ناديت إخوانك، هيا كلوا جميعا. كلوا ما شئتم، هيا. ليس بهذه الشراهة، فأنا جائعة. اتركوا لي قليلا من الطعام، هيا أرجوكم. ماذا قلتم؟ دعيهم يا بومبو، بإمكانك أن تأكل المزيد عندما نصل المدينة. كلا، أريد أن أكل الآن. ألا تشعرين بالعطف على هؤلاء الصغار؟ حسنا، معك حق، تفضلوا. سوف أبقى جائعة من أجلكم يا أعزائي، تفضلوا كلوا. رائع يا بومبو. هيا لنذهب إلى المدينة، هناك سنشتري طعاما لذيذا. هيا. مع السلامة يا صغار، كونوا حذرين. مع السلامة. إني جائعة، ماذا أفعل؟ إنها المدينة أمامنا. توقفوا، قلت لكم توقفوا، ألا ترون تلك الإشارة؟ ماذا تريد منا؟ اليوم ليس يوم سير السيارات، هذا يعني أننا لا نسمح للسيارات بالسير في هذه المدينة. لن نبتعد كثيرا. كلا، أنا لست سيارة عادية. قلت ممنوع، أنت لست أكثر من سيارة، والسير بالسيارات ممنوع. ألا تساعدنا؟ كلا كلا. يا إلهي. بومبو، سأذهب وأجلب لك الطعام، انتظريني عند ذلك التل. حاضر، ولكن أرجوك أن تسرع في العودة إلي. لا تقلقي. هيا يا ريو، هيا بنا، أسرع. سوف نجد طعاما. انتظر يا ريو. لا أشعر برغبة في الأكل عندما تكون بومبو جائعة، لا أستطيع أن أكل وحدي. لقد منعونا من الأكل هنا، فلنذهب إلى مكان آخر. هيا بنا. إني جائعة، السحابة كأنها الحلوى. لا أريد سوى القليل فقط. يكاد يغمى علي من الجوع. يا إلهي. سأكل أي شيء في طريقي. يا إلهي. لماذا تأخر أمين كثيرا؟ ماذا أفعل؟ يا للروعة، لابد أن تكون بومبو جائعة جدا الآن، سأحضر طعاما كثيرا. شرفت على النهاية، أظن أنني سأموت. أين أنت يا أمين؟ لو كنت حصانا لأكلت الأعشاب. تفضل. إن بومبو جائعة جدا، لا يمكن أن أكل بدونها، يجب أن نسرع.
لكن الجوع يقلقني. كلا، يجب أن أعود إلى بومبو حالا. هيا بومبو. ما هذا؟ أمين، ما الذي حدث؟ قلت ستعود ومعك طعام. وهل أكلت قبلنا يا بومبو؟ نعم. تفعلين هذا بعد أن قطعت هذه المسافة لأجلك؟ لكني أموت جوعا. لقد عدت إليك بدون أن آكل شيئا، واعتقدت أنك تتحملين الجوع حتى أعود. متأسفة. لا داعي للأسف. أمين، ما الذي تريدين؟ هذه لي؟ شكرا جزيلا. إنها لذيذة. متأسفة، كنت جائعة. ذاك من الاعتذار يا بومبو، أنا أيضا فقدت الصبر من شدة الجوع. أنا سعيدة بك. هل أعطيتني قطعة من اللحم لكي نأكلها سوية؟ أنا جائعة. بومبو. إنقاذ الطيور. يا لجمال الغابة الرائع، هواؤها نقي عليل. انظر لهذه الكتاكيت. اهدئي. ما أسعد الطيور بأمها. إن الأم تجلب الطعام لصغارها وترعاهم. انظر، الأم والأب يتناوبان في الرعاية يا أمين. هيا بنا كي لا نزعجهم أثناء الطعام. هذا صحيح، هيا. هذه نهاية الطريق. يبدو أنهم يبنون بعض البيوت هنا أيضا، إن الغابة واسعة. ماذا هناك؟ هل حدث شيء ما؟ أنت لا يمكنك الدخول هنا، ذلك خطر. ألا ترى اللافتة مكتوبا عليها الدخول ممنوع؟ لم نرى أي لافتة. صحيح، هذا المكان خطر جدا، فقد وضعنا فيه متفجرات. حقا؟ نعم، سنفجرها بعد قليل، ألا ترى؟ لابد أنك تمزح. ما هذا؟ هكذا؟ هكذا تفجرونها؟ هذا صحيح. هيا توقف. لكن هناك طيور صغيرة في الغابة. أيهما أهم بالنسبة لكما، حياتكما أم حياة الطيور؟ هيا هيا اذهبا، ليس هذا مكان اللعب الأطفال. إن وجودكما في هذا المكان خطر. ألا نفعل شيئا للطيور؟ نعم. حسنا، اتفقنا إذن. هيا لنستعد للتفجير. هيا. حاضر. من هناك؟ ماذا تفعلان؟ إن ذلك خطر. أنا متأسف. هيا هيا خرج من هنا ولا تعود مرة ثانية. لا تكن أحمقا ولا تعود إلى هنا ثانية.
أتفهم؟ والآن سأكون عنيدة معهم يا أمين. قل لي يا أمين، هل بالإمكان أن نمارس معهم تلك الخدعة؟ فلنجرب يا بومبو. يا عين يا عين، مرحبا. أنتما لا تستمعان إلى كلام أحد. لا فائدة من الكلام أبدا. قلنا ممنوع الدخول. لا تقلقا بشأن الطيور، هيا سارعا بالذهاب إلى البيت، هل فهمتما؟ إذا الطريقة الوحيدة هي استخدام القوة. نعم، لابد من ذلك. هل سنستخدم العنف؟ كف الآن عن الأسئلة وعبري، هيا. العنف مؤذن، أليس كذلك؟ يجب أن تصبري يا عزيزتي لنحقق الهدف. هيا. حسناً، هيا نبدأ بإشعال الفتيل. انتظر، هناك مكالمة هاتفية عاجلة، تعال. سأعود حالاً بعد أن أنتهي من تلك المكالمة. حسناً. أنا متأكد من أنها في مكان قريب من هنا. وجدتها إنها هنا. هيا بسرعة قبل أن يفجر المكان. هيا. حاضر. أمين كن حذرا. لماذا هجمت علي؟ كن حذرا. أمين، يجب أن نفعل شيئاً وبسرعة. هيا. حسناً. هيا، أسرع يا أمين. ماذا هذا الجوع؟ يقولون إن عاصفة بعد قليل ستهب على هذا المكان، سنفجر حالاً. لماذا لا تفهمين ما أقول؟ هيا يا أمين بسرعة. هيا. حسناً، هل سنبدأ؟ في الحال. هيا ابدأ. هيا. الطيور سعيدة بمكانها الجديد. لقد فهمت ما فعلناه من أجلها، أليس كذلك؟ هيا بنا يا ريو. مع السلامة، كونوا حذرين. محبتها للخير نقدم خدمتها. بومبو بومبو نجمة حب.